طيب من وجهة نظرك ايه اللي بيميز النادي الاهلي عن اي نادي تاني؟ اعتقد كل حاجة السيستم، بقى، فنيات وإدارة، كل حاجة. السيستم. انت قيسي على اي حاجه، قيسي النجاح دايما سيستم. يعني مثلا هتيجي تبصي مثلا مثلا كابتن محمد صلاح، هيقول لك ايه اللي فرقه عن يقول لك عنده سيستم، عنده نظام، عنده لايف ستايل كويس، عنده بتاع. هو يعني النادي الاهلي، انت دلوقتي انت اللي بيفرقك عن اي نادي تاني ان انت عندك سيستم، عندك نظام. بشهاده اعتقد بعض المشجعين التانيين بيقول لك برده اللي هو الاهلي الميزه فيه انه عنده سيستم. احنا دايما عندنا سيستم ماشيين عليه، في لوائح، في كل حاجه، في نظام بتقاس عليه من واحنا صغيرين. ويمكن ممكن برضو وانا برد الردود دي الناس تفتكر ان انا لا ده عشان النادي وبتاع، بس يمكن عشان اتربيت في النادي من وانا تحت وكنت كابتن فرقتي كمان، فانا عارف الدنيا بتبقى ماشيه ازاي وعارف السيستم ماشي ازاي. اللي هو ما كنتش الاقي حد بيتاخر، ولما يجي مثلا حد يتاخر عارف انه اتاخر مره اللائحه كذا، مفيش اكسكيوز، غير لو اكسكيوز طبعا حاجه جامده يعني. فبقول لك هو ارجع اقول لك تاني، ممكن ملخص هي السيستم.